مشاهدينا في أخبار رياضة لهذا اليوم، في أجواء ثلجية صعبة لعبت مباريات ذهاب دور الثمانية من بطولة الشهيد أحمد سويدان الكروية والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة والشباب في مدينة كلس التركية. ثلاث لقاءات حسمت نظريا وبانتظار الحسم الرسمي، فيما تبقى مباراة الاتحاد والعاصفة ذات نتيجة متقاربة، إذ تفوق فريق العاصفة على نظيره الاتحاد بسبعة أهداف لخمسة، فيما سحق رامسبور الحرية بأحد عشر هدفا لأربعة، واجتاحت الكواسر أشبال الجنوب بعشرة أهداف لثلاثة، كما اكتسح أونتي بينار فريق ميمتسبور بتسعة عشر هدفا مقابل هدف وحيد. إلى السعودية، حيث أهدرت ركلة جزاء في الشوط الثاني لتخسر بهدف دون رد أمام الصين في كأس آسيا لكرة القدم، وأحرز لاعب الوسط يوهاي هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة قبل عشر دقائق على نهاية اللقاء، عندما اصطدمت الكرة التي سددها من 30 مترا بأحد مدافعي السعودية قبل أن تسكن شباك الحارس وليد عبد الله. وسيطرت الصين على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن شباكها كادت أن تهتز في النصف الثاني من اللقاء بعدما حصل المهاجم نايف هزازي على ركلة جزاء، لكنه أهدر الفرصة عندما سدد الكرة في اتجاه حارس الصين مباشرة. وإلى الدوريات الأوروبية، حيث حقق فريق تشيلسي الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. تقدم تشيلسي في الدقيقة 43 عن طريق البرازيلي أوسكار، ثم أضاف هداف الفريق دييغو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 59، وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 49 منفردا بصدارة الدوري الإنجليزي، مستغلا تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 27 في المركز العاشر. أما في أسبانيا، استعاد ريال مدريد المتصدر نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف دون رد في المرحلة 18 من الدوري، ويأتي فوز ريال مدريد بعد خسارتين أمام فالنسيا مطلع العام، انهت سلسلة من 22 فوزا متتاليا له، ثم هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأربعاء الماضي في ذهاب ثم نهائي الكأس، ورفع الريال رصيده إلى 42 نقطة مبتعدا بفارق أربع نقاط على مطارديه المباشرين أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان اليوم في مباراة قمة. والآن المزيد من الأخبار الرياضية في التقرير التالي، نتابع. بدايتنا مع فوز يحيى توري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج بلقب أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي خلال احتفال سنوي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة النيجيرية لاغوس. وجاء أحدث تتويج لتوري باللقب على حساب كل من بير إمريك أوباميانغ مهاجم الجابون وفينسن إنياما حارس مرمى نيجيريا في تصويت لمدربي المنتخبات الأفريقية وقادة. وأعرب توري عن شعوره بالفخر الشديد لتفوقه على منافسيه بعد منافسة شرسة. ووقع الاختيار على توري بفضل عروضه الرائعة في نهائيات كأس العالم بالبرازيل مع منتخب ساحل العاج الذي كافح بعد ذلك للوصول لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2015. وأحرز اللاعب هدف الفوز لمانشستر سيتي على ساندرلاند في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وسجل 20 هدفا ليقود الفريق لنيل لقب الدوري الممتاز. وأحرز توري هدف الفوز لمانشستر سيتي على ساندرلاند في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وسجل 20 هدفا ليقود الفريق لنيل لقب الدوري الممتاز.
ونتحول إلى مدينة بوسطن التي رشحتها اللجنة الأولمبية الأمريكية للتقدم بملف لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024، ولم يسبق لبوسطن استضافة أي دورة أولمبية، وقد تفوقت المدينة على كل من لوس أنجلوس التي استضافت دورتين وسان فرانسيسكو وواشنطن. وكانت دورة أتلانتا في العام 1996 هي المرة الأخيرة التي استضافت فيها الولايات المتحدة دورة أولمبية. هذا وتتنافس مدينة بوسطن مع مدن أخرى منها روما الإيطالية وأي من مدينتي برلين أو هامبورغ الألمانيتين، بالإضافة إلى كل من اسطنبول وباريس وغيرها. ومن المقرر الإعلان عن المدينة الفائزة بشرف استضافة الأولمبياد في منتصف العام 2017. ونختتم جولتنا من مدينة ميلبورن الأسترالية، حيث جدد عدد من أبرز مسؤولي كرة القدم الآسيويين تأييدهم لسيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يخوض انتخابات رئاسة الاتحاد في نهاية أيار القادم للمرة الخامسة على التوالي، وذلك من خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في محاولة لتقويض جهود الأمير علي بن الحسين الذي أعلن ترشحه للمنصب في مواجهة بلاتر. قال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي إن الاتحاد القاري لكرة القدم والجمعية العامة للمجلس الأولمبي قررا التصويت لصالح بلاتر في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن ذلك يحتم على الأمير إعادة التفكير في ترشحه. هذا ويشغل الأمير علي منصب نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم واتحاد غرب آسيا، وقد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيرشح نفسه لمنافسة بلاتر إلى جانب الفرنسي جيروم شامبين على رئاسة الفيفا بعد أن تلقى تشجيعا من زملاء فاض بهم الكيل من الإدارة الحالية للمنظمة التي تعرضت لمزاعم فساد وسوء إدارة.